موسيقار كبير مع كل ظهور جديد لي تصاحبه ضجة إعلامية كبيرة، وكل رأي يطرحه تقابله عاصفة من الهجوم والانتقادات. لا يعترف بشهرة أو نجومية، مقياسه الوحيد هو لا صوت يعلو فوق صوت الموهبة، وهو ما جعله خصم لأغلب نجوم الغناء بمصر والوطن العربي. يا ترى ضيفي حيعمل إيه مع العرافة؟ ضيفي النهاردة الملحن الكبير الأستاذ حلمي بكر. منورني الموسيقار الكبير حلمي بكر. أهلا بك. وكل مرة بستضيفك فيها بزداد شرفا. لا لا، الشرف لي أنا طبعا، لأن عندما ألاقي نفسي إن أنا بواجه الحقيقة، أنا بموت في الحقيقة دايما. بتزعل الناس؟ لا أنا ما بزعلنيش. بتخلي الناس تزعل مني، هيصلحوني بعد كده، وبعدين هيعرفوا إن أنا الحقيقة ديت لازم هي بصمة قدامي، مش هغيرها أبدا. وده اللي معروف عنك يا أستاذ حلمي. بس الحمد لله. جاهز نبدأ؟ جاهز يا بنت. إيه أكتر خطيئة ممكن تكون بتخوفك يا أستاذ حلمي؟ موت الضمير. موت الضمير. عندما يموت الضمير لا سبيل للحياة. ليه؟ الضمير هو أي مخلوق هيقول لك تقديره كذا. لا، الضمير أنا، الضمير اللي جوايا. خلينا نروح نشوف حلمي بكر عمل إيه مع الخطايا. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. مين أشطر يا أستاذ حلمي؟ أنت ولا شطانك؟ لا أنا أشطر، لأن الشيطان دلوقتي لما بيشوف بني آدمين بيعملوا إيه يقولوا أنتوا بتلبسوني أنا التهمة ليه؟ ده البني آدم بيعمل أكتر. حلوة دي، أول مرة أسمعها. يعني الشطار بتعتقد أنه أشطر من البني آدم؟ طبعا. طيب تيجي نشوف كده مع الخطايا حلمي بكر عامل إيه معاها الخطايا؟ يلا بينا. الغرور، إغلاق الهاتف وجه أم كلثوم، عدم الاعتراف بموهبة عمرو دياب، هجومك على محمد فؤاد، مطالبتك بمنع المطربات من دخول أو بعض المطربات من دخول مصر، غرور ولا فرض وصاية على الفن يا أستاذ حلمي؟ لا فرض وصاية ولا غرور. طب حقيقة، والحقيقة اللي تقفل التليفون في وش أم كلثوم سيدة كده. الغناء العربي. لا مش كده. مال ده من رعب منها، مش مصدق ابواب محمد بيقول لي طب خد كلم الست. قلت له هات. قالوا يا اختي قلت لي اخرس يا قليل الادب، رحت رامي من التليفون. يبقى فين هنا الغرور؟ انا مش... ما اعرفش المحتويات المكالمه. انا مش مصدق ان ابواب محمد بيقول لي طب خد، فانا هات يا سيدي. قالوا يا اختي قلت لي اخرس يا قليل الادب. وليه قالت لك اخرس يا قليل الادب؟ لاني بقول نعم يا اختي. انا مش في دماغي ان هي سيده ام كلثوم. حد يقول لام كلثوم؟ وهنا نعم بقى القيمه. لازم تعرفي الفرق بين عندما اتحسس القيمه امامي او ارفض القيمه امامي. طيب هجومك على عمرو دياب؟ لا عمري ما هاجمت عمرو دياب وهو موجود، بس مش معترف بموهبته يا استاذ حلو. يا ناس في حاجه في الفن اسمها غنى وطرب. الغنى هي اللغة العالمية، عندما يغني المطرب يلتزم لأن فيه هارمونية. المطرب تمام. يغني على خط واحد لأنه حيرتجل، وعندما يرتجل الجمهور هيقول له قاعد. دي بتيجي للمطرب بس. هل لقيتي إن مثلا بقول لعمرو دياب غير من طريقتك في الغنى عشان تبقى مطرب؟ محمد فؤاد مطرب ولا مغني؟ مغني برضه. برضه مغني يا جماعة، دي ما بتقللش من حجم حد. أكبر نجمين عندنا طلعوا مغنيين. في سياق الكلام هاجمت محمد فؤاد إزاي؟ ده هو ادعى بإن أنا سمعت وقلت رأيي، أنا ما سمعتش. أدي الخلاف اللي بيننا. ده هو الخلاف؟ اتهمت بإن أنا سمعت وأنا قلت يا جماعة ما سمعتش. ما سمعتش العمل ده. فجه وراح قايل جملة غريبة جدا،
قال لي عموما في الأربعين بتاع أخوك إن شاء الله حبرد عليك. قلت له في أربعين الأغنية إن شاء الله حرد. أين الأغنية؟ هو رد عليك وقال إنه حلمي بكر بنى مجده على خمس ألحان فقط. خمس ألحان؟ طب يقول لي أساميهم. طب لما وردة تبقى مغنية 13 أغنية ونجات مغنية 7 أغاني عاطفية وعبد الحليم غنى 6 وروجي غنى 2/3 ما غنى وكل مطربي مصر والعالم العربي والأغاني كلها موجودة لغاية دلوقتي ما ماتتش، أظن حاجة أقول لك طب تيجي نسمع أغنية نجات فاكرة أو مهما الأيام تعمل فينا أو ما أظن. لا يبقى عيب. يعني حلم بكر ما بيسمعش محمد فؤاد؟ بسمعه وليه أغاني ناجحة كتير جدا. اشمعنى الأغنية دي بالذات؟ لأن طلعت بدعة جديدة عايز تشير خلي حلم يشتمك. جاهز للي بعده؟ قبل ما نروح للي بعده لازم تعرفي بقى إن لمدة 40 سنة أنا رئيس لجنة الاستماع في الإذاعة من أيام ما بابا شار وجابني. عارفة كويس. عارفة وسمعت كل دول بقول رأيي العلمي والسمعي. أستاذ حلمي أنا أعلم جيدا مين ضيفي اللي قاعد قدامي على الله يخليك. شكرا. نروح للي بعده؟ أوي اللي بعده. الكذب. اعترضت وهجمت كل مطربي الأغاني الشبابية وقدمت للوسط الغنائي صوت شاهيناز. أنا اللي قدمت شاهيناز؟ يا نهار أبيض ده أنا مسقط منك اعتماد النجومية. ثانية سقطة في الإذاعة وفي التلفزيون وفي النقابة وأنا رئيس اللجنة. نجاح شاهيناز في برنامج أنت كنت رئيس لجنة التحكيم وده تفسره بإيه؟ أنا داخل على البرنامج والأغنية موجودة كنت ضيف لما جينا سمعناها وجات الإذاعة ما وقفتش ليه قدامه؟ مين؟ ما أنا قلت الكلام ده لو جبنا الشريط وهنشوف حسن بيقول إيه وبيقول لي يعني إيه؟ ما بيعجبكش صوت شاهيناز؟ لا ما يعجبنيش وبقولها لك وليس لها صوت. أديني بقول لك تحب أقول كمان؟ لا والنتيجة فين هي؟ اللي بعده؟ اللي بعده اللي بعده. الغيرة. مين الملحن اللي حلمي بكر غار منه؟ مش غير منه لا في حاجة اسمها غيرة على العمل وغيرة من العمل. لما غير على العمل ده مشروع لما غير من العمل ده مرفوض. أغير على العمل لما الاقي أغنية حلوة أسقف لها وأحاول أن أكون أتفوق. وإلا ما كنتش أبقى موجود. خلاص اتعلمنا كده من الأساتذة الكبار. لما جيت تقابلت مع الموسيقار كبير عبد الوهاب وكلمت معه بنت الصراحة ورشحني هو فأول عمل مسرحي غنائي عالمي. وجي بعد كده لما قابلني قال لي يا واد رفعت راسي في السماء. أغير إزاي؟ طب إيه بقى اللحن اللي استفزك وخلاك تغير منه وتبقى عايز تعمل أحسن منه وعملت فعلا؟ تقدر عندك شجاعة تقول؟ قول لي. بفكر في اللي ناسيني حضرتها وأنا طالب. غيرت منها؟ مش غيرت منها غيرت عليها حبيتها قوي. ما تقدرش تعيشي من غير رومانسيتك. ولو انا سالت ناس كتير يعني ايه رومانسيه ملاش مكان دلوقتي. عملت احلى منها. عملت ايه بقى؟ لا عملت ايش؟ عملت ايامها شويه صبر. الورده عملت الورده ما درتوش. عملت الورده يا خبر. عملت الورده على عيني يا حبتي الله الله. لا مؤاخذه يا اخ اللي قلت خمس اغاني. معلش معلش. طيب بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، حلم بكر، ممكن تقول لي حضرتك ترتيبك ايه وسط هذه الاسماء؟ ان لم احترم من سبقاني لن اكون على الارض. فكل من سبقاني استاذ. وحتى لو التلميذ تفوق ده لا يجعل التلميذ يتمادى ويقل ادبه على الاساتذه. طيب مين من الملحنين الجداد امتداد لمدرسة حلمي بكر؟ كان عمار الشريعي الله يرحمه. عمار اشتغل معايا 12 سنة. مفيش ولا واحد دلوقتي؟
عايش؟ اشتغل معايا 12 سنة وعايش. أصل طول ما الأعمال يتم ترديدها يبقى رحل جسداً وبقي عملاً. لأن في فرق ما بين عمل يستمر ويعيش وبين عمل يفرقع ويعور اللي فرقع. طب مين كده تسمعه وتسمع الحان وتقول يا سلام ده ولد؟ صلاح الشرنوبي، فاروق الشرنوبي، وليد سعد. وليد سعد. طبعا وليد سعد استاذ. ايوه اديني بقى في الجيل الحالي. الحمد لله قلت لي واحد. في الجيل الحالي في اسماء كتيره جدا جدا، ولكن زحمه الاسماء جعلتك تنسي الاسماء. طيب عمرو مصطفى. عمرو مصطفى ملحن كويس. انما عايز اسال سؤال. يعني عشان يبقى الملحن كويس لازم يبقى موجود كل لحظه وكل ثانيه وكل اغنيه جديده حتى ايه؟ ما يختفيش ابدا. اللي ما يختفيش. حلمي بكر بيتعامل ازاي مع الهجوم عليه؟ هقول لك حاجه، في فرق بين الهجوم والنقد. لما يجي اتهم بان انا بهاجم يبقى اللي بيقول هذه المقوله جاهل. ليه؟ ما ناخدش الحكايه بالصوت والزعيق وفي الزحمه اوعى. لا انا بقول كلام رد عليا، ما عندكش كلام تقوله تسكت، ولما تسكت هتسكت الى الابد. ده رايي انا. جاهز نبدا؟ قوي. يلا بينا. حق الرد، هنزل لك مجموعة فيديوهات أو بوستات وحق الرد مكفول فيها. قوي. يلا بينا نشوف أول حاجة. يلا بينا. أستاذ حلمي انتقد بشدة الأغنية الجديدة اللي أطلقها النجم محمد فؤاد. فوقش صاحبي وحبيبي وأخويا وعشة عمري ونجمنا الكبير اللي كلنا بنحبه. محمد فؤاد أطلق أغنية منذ أيام اسمها الحفلة. الموضوع هو تجاوز لا لا لا، الموضوع ده يا جماعة ده مش نقد ولا بتاع. وبعدين حاجة تانية، أنت مين ولاك علينا يعني؟ لا لا لا، ونقد ولدنا أحرار. بالظبط كده. لا أنت ماشي في الدنيا، لا عاجبك هاني شاكر ولا عاجبك محمد فؤاد ولا عاجبك حمو بيكا ولا عاجبك. وبعدين حمو بيكا ده واد مصر، البطاقة بتاعته مصر. فؤاد بيسألك أنت مين ولاك علينا يا أستاذ حلمي؟ لا ردك لا, لا ده هو عارف، ومش هقول في حاجة مش هقولها. ليه؟ مش خايف، ولكن لما أكون بحب حد ما أحبش أجرحه. ما تحبش تجرحه؟ ما أحبش أجرحه. يعني ردك هيجرح محمد فؤاد؟ لسبب بسيط جدا، لما أقول مين ولاك؟ لا ده اللي ولاني رئيس الإذاعة، ومعروف مين رئيس الإذاعة. أيوه. واللي بعده رئيس إلى حتى آخر رئيسة إذاعة كانت إيناس جوهر، وأنا موجود داخل الإذاعة وبرقص اللجان. فكون أنت ما أنتش عارف ديت، ده تقصير منك في حق نفسك. بحترم إجابتك يا أستاذ حلمي. اللي بعده؟ اللي بعده. بنت الجيران شغلة لنا عنيا، وأنا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني ليالي، وحموت عليك يا ربي العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفلي وهوايا ورميني. لا تلاقيني لسه في وشك على طول ارميني هوايا كده على طول. احب ارجعك. طب ما كنتش لسه اتولدتي. في راجل كان اسمه عمر الجيزاوي. لا عارفه طبعا، مونولوجيست كبير. يا ميت ندافة يا دامة، وكيف ما زعلش على اللي حب يا ابوي. يا ميت ندامة وكيف ما زعلش على اللي حب. فحلو قوي ان انا استرجع ده، بس ما انساش صاحب العمل اللي هو رحل عن حياتنا، انما الاغنيه في الودان. قصدك تقول انها نفس التيمه اللحنيه؟ هي نفس الجمله. وبعد كده مش حكايه انا بلزة دي، تعالي بعديها ملحن تاني. لا في ملحن تاني عمل الحمائي الجملة نفسها. وبعد كده مين تنازل عن جملته للآخر
وبقت الأغنية النهاردة منسوبة إلى شخص ما ليش دعوة بالأسماء. هل مطلوب مننا إن إحنا نتعامل مع كل الأحداث ديت بالهامش؟ طب عجبتك الأغنية بصوت الأستاذ هاني شاكر، أغنية المهرجانات بنت الجيران؟ هاني بيقولها طريفة جداً وبيقولها كاريكاتير، ما بيقولهاش كلحن. تعالي بقى نتكلم بعد إذن حضرتك، يعني مهرجانات؟ يعني ناس بترقص على مزيكا. أنا عايز المعنى، معنى كلمة مهرجانات. طب أنا هقول لحضرتك حاجة، قول لي أنت يعني إيه أغاني مهرجانات؟ مهرجانات؟ آه، يعني فوضى غناء. اللي بعده؟ اللي بعده، اللي بعده. بدي أرجع جدد شكري لمصر ولنقابة الفنانين، لأنهم أنصفوني، لأنهم فهموا حكي اللبناني مع أنه كان سريع، وبعتذر إذا أي حدا فهمني غلط. قبلت اعتذار مريم فارس يا أستاذ حلمي؟ لا، ما يتقبلش. وأي حد إذا قبل وحر، أنا لا. لا، لا، لأن الاعتذار يجي من حجم، ما يجيش من لا شيء. يعني إيه حجم؟ لما أقبل حد يعتذر لي لازم يكون لي كيان، يكون لي قيمة. إنما أعتذر على إن أنا مصر ما تقدرش تدفع لي تمني. طب إيه رأيك في فنها أو صوتها؟ غنى عادي. عادي. غنى، بصي، في من يعني تعتبر مطربة؟ لا. ولا مؤدية؟ مؤدية. مؤدية. اللي بعده. نمبر 1. حالة خلل. حالة خلل وبداية إن الجمهور يعيد نظره. خلل في إيه يا أستاذ حلمي؟ خلل في التعامل مع الناس. خلل في حجم النجومية. فني ولا شخصي؟ لا، شخصي وفني الاتنين. الاتنين؟ الاتنين طبعًا، آه. خلل في النجومية. خلل في النجومية. ساعات النجومية بتخلع زي تاج الجزيرة السلطانية. يعني هو مش نمبر 1؟ ماليش دعوه بالارقام اللي بتتقال. نمبر 1. طب انت تديله رقم كام؟ مين اللي مديله؟ انت تديله رقم كام؟ انا بسمع نمبر 1 ديت على انها اسم فيلم جديد. طب مين نمبر 1 يا استاذ حلمي؟ نمبر 1 بالنسبه لي انا بسمعه صابر الرباعي. خامه صوته كويسه، ها؟ جدا. طيب هل عندنا في اصوات نجوميه؟ في. زي مين؟ بس محليه. يعني الأوبرا مليانة أصوات، مي فاروق، على ريام عبد الحكيم، أصوات تجنن وناجحة وبتطلع تسافر بره بيسقفوا لها. طب ليه ما بقتش دولية؟ لأن جوه مبنى. أنا قلت طالبت مليون مرة بإن يكون في قناة تلفزيونية خاصة بالأوبرا مع الأكاديمية، هيعملوا مشاريع تهبل وندخل عليها قصور الثقافة. الله، ما إحنا عندنا حركة إسراء أهي. اتفرجت على اوركسترا متحف الحضاره؟ اه طبعا، وقلت رايي في التلفزيون. ايه رايك؟ وقلت علمي بقى يا بتوع العلم يا اللي انتوا بتشدقوا بالعلم. علميا الولد المؤلف اللي كتب لاول مره اي اوركسترا في العالم هيلعب شغل مصري، رغم ان السلم الفرعوني خماسي، الا ان الولد تحايل في انه يعمل مقام الحجاز بالنسبة للرباب وبالنسبة للدف وبالنسبة للناي، ودي كل الحاجات دي موجودة على جدران المعابد عندنا. استنى، في حتة مهمة قوي قلتها يا أستاذ حلمي، يعني إيه أوركسترا مصري يبقى عالمي؟ هو قبل كده ما كانش بيبقى عالمي؟ لا، بنلعب الأعمال العالمية، فدايما كوني ألعب الشيء وكوني أكتب أوركسترا بارتاتورا للأوركسترا بتاعي عمل مصري أصنعه، يعني اللي بره هيلعبوه. خدي بالك عندنا في حاجات بتعترض اللغة العالمية وهي ثلاثة أرباع التون. مفيش أوركسترا هيلعب ثلاثة أرباع التون، ولكن في بعض. وهشام نزيه بقى تغلب على دي. برافو عليه وبحييه. الله. بحييه وبقول لأول مرة أي أوركسترا هنحط له البارتاتورة بره هيلعب عمل مصري. طب قول له كلمة بقى يا أستاذ حلمي. أنا بحييه بقول له أنت بداية الطريق الحقيقي في التأليف الموسيقي. اللي بعده. عايز اقول حاجه عن تامر حسني سريعه جدا، وهي من قلبي فعلا. تامر على فكره من النجوم القليلين جدا اللي في القرن ده اللي قدروا يجمعوا
بين النجاح في السينما في التمثيل وفي الغناء، وده بالارقام، الكلام ده مش مجرد راي شخصي يعني، ده بالارقام. وعشان كده هو مسيرته يعني فعلا بتفكرني ب يعني مسيره العندليب الراحل عبد الحليم الحافظ، لانه قدر ان هو يخطف قلوب المصريين كممثل وكمان كمغني وكمطرب لشعبيه كبيره جدا. تامر من الاصوات الجميله الجيده المطربه، رغم ان هو بيتعامل مع اللغه العالميه على اساس يبقى صوت عالمي، ده بيصطدم بحاجه. انت الاول سمع جمهورك بيحبك قد ايه، وشوف تامر لما بيروح اي بلد بيطلعوا له على الشجر ازاي وبيقابلوه ازاي. مسيره تامر حسني تشبه مسيره عبد الحليم حافظ؟ لا 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 لا، لا مختلفه نهائي. عبد الحليم الزمن والجمهور واللغة الفنية اللي كانت منتشرة في هذا الوقت ساعدت على إن عبد الحليم يتولي كفنان من حديقة الأندلس، واللي بيقدمه يوسف وهبي، يقدم مطرب لأول مرة بيقدمه جديد. يعني أنت ضد الكلام اللي قاله المنتج محمد حفصي؟ تامر يستطيع أنه يقدم ويقدم ويقدم قدامه السكة. في فرق، هتربطيني دلوقتي تقولي طب يا جماعة ميلاد عمرو دياب ما زال موجود على القمة. طيب هل القمة الساعة الاثنين؟ آه الساعة الاثنين والثلاثة واربعة، لأن في عبد الحليم لما كان موجود كان عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد ونجاة وفايزة وردة بيغنوا في حفلة واحدة، كلهم بيغنوا في حفلة واحدة، ويقعد عبد الحليم كده وجلال معواد يقول له الدور اللي جاي عليك، يقوم يستعد وتجهز الفرقة وخش يغني ضمن المجموعة التي كانت منتشرة في هذا الوقت. النهارده احنا ليه عايزين نعملها على ان المطرب السنجل؟ هل السنجل اغنيه ولا السنجل المفرد اللي هو لوحده؟ مش فاهمين احنا لغايه دلوقتي. برضه لغايه دلوقتي المطرب بص عامل 16 اغنيه في البوم. طب ليه؟ طب ليه؟ انت مش واثق من النجاح؟ طب ما تفرد مجال للاغنيه اللي انت هتقولها ديت عشان تاخد حظها عند الناس. القلق مالينا. واللي زود القلق الأصوات الغريبة الجديدة. معانا بقى العرافة، وإن شاء الله كده تطلعوا من الفقرة دي حابين بعض إن شاء الله. أنا ومين يعني؟ والعرافة. والعرافة لا أي. طبعا نبدأ. جاهز؟ اتفضلي. يلا بينا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا استاذ حلمي. اهلا يا فندم. عامل ايه؟ عامل ايه؟ اه ما انت شايفاني قاعد قدامك اهو زي الفل الحمد لله ما شاء الله. فاكر البيت الصغير المحندق اللي حليم كان مسميه المنور؟ آه. اللي انت كنت ساكن فيه. آه. وتلاقي مرسي جميل عزيز وحسين السيد وعبد الوهاب محمد وعباب محمد وعلي اسماعيل ومجدي العمروسي، ده اللي سمى المنور دوت عبد الحليم. ايوه فاكر لما قال لك اعمل حديده جلدة زي وجلد عشان نمسك فيها زي الاوتوبيس. كان شقتي في الزمالك. اه وكانت بيني وبين عبد الحليم اربع عمارات، وبيني وبين نجات عمارتين، وبيني وبين ابواب ست عمارات جنب بعض. ايوه فكان عبد الحليم يجي بالليل يلاقي كل الجيش ده موجود في البيت. اه فكان يقول لهم انا رايح المنور، رايح المنور يعني عند عند حلمي. وجي قال لي بعمل ماسوره بجلده زي الاوتوبيس، وقال لك في يوم كتر الناس اللي كانت موجوده في البيت، وقال لك في يوم تعالى ورايا البيت بتاعه هو، رحت وعملت اغنيه ليله قمر. عملت له ليله قمر، كنت برضه في شقه هنا، وبعدين رحت له اللي جالي قال لي سيب اللي قاعدين دول وهربوا تعالى لي. فرحت له قال لي عندك استعداد تشتغل معايا؟ قلت له يا سلام حد يكره؟ قال لي خد الكلام ده لحنه. خدت الكلام ودخلت جوه وطلعت، فقام بسمعه قال لي لحقت؟ قلت له انت عايز انكو الشعر يعني؟ قال لي طب بص فيه تاني. قلت له طيب وانا رايح راجع؟ قال لي ما سمعنيش تاني، انا حفظت الاولاني. لا انا مشتاق يعني قول لنا كده حته يعني من اللحن. هو كان قاري فيا غني كوبليهين كده يا استاذ حلمي. نسمع المزيكا كانت عامله ازاي. يقول لي في ليله قمر حلوه قالوا تاتا تا قالوا الرشيد اتولد تيرارارا تلعبوا قلب الحسن
والفرح الفرح عم البلد تاوي الدنيا يوم مولد وتتا. أغنية كانت شعبية جميلة جداً. الله. وجاء أبو حليم في الاستوديو رغم أنه كان تعبان إلا أنه بقى يرقص ويغني وبتاع، وعملت له بعديها ست أغاني. إيه بقى الأغاني الست أغاني اللي عملتهم؟ أغنية كان موشح ناداني الفرح. أغنية يا عريس السعودية، مبروك يا عريس السعودية. دي اتعملت وقلبت الدنيا كلها في البتاع. ده حاجة عظيمة. عندك إيه تاني يا عرافة؟ على اليوتيوب لو ممكن هطلعها. أستاذ حلمي اتجوز كتير قوي، اتجوز 13 مرة. اتجوز 13 مرة يا أستاذ حلمي؟ مش ده المهم؟ المهم إن أكتر واحدة حبها وحبته مين؟ أقول أنا ولا تقول أنت؟ مين؟ لا قول أنت. مين يا عرافة؟ أكتر واحدة حبيته وحبها سهير رمزي القمر. أكتر واحدة حبيته مصلحة عليا التونسية ولا إيه؟ يعني إيه؟ 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 ليه؟ إزاي؟ هقول لك إيه ليه؟ ده أنت عملت لها أحلى لحن. أحلى أغاني عالليجارة. عالليجارة هي أول واحدة غنيتها وحبايب مصر وأتحد كتير عملت لها أغاني. ما هي دي المصلحة يا أستاذ حلمي. ما دي بص عايز اقول لك حاجه، المصلحه المتبادله هنا هي صوت جميل، وانا عملت لها اغاني حطيتها في مصاف المطربين الاوائل. خلاص يبقى ما بقتش مصلحه. طيب بمناسبه الجواز، ما تعرضش عليك الجواز كده من يومين ثلاثه بعد السحور وقالت لك لو قلت لها لا لو حرف شعلقه في الجو؟ ده اول امبارح. طيب قول بقى. ده اول امبارح. ما لو كتير. لا افهم ولو بقى. حرف امتناح في الجو. اسمها انت عايز تتجوز تاني يا استاذ حلمي؟ لا ما تعديش، ما انت بتيجي بعد ال 13 وتبداي واحد وتبطل عد. وتبطل عد عيد من الاول تاني. وانا عيد من الاول لان الوحده وحشه. يعني الوحده بالنسبه لك ايه؟ وحشه ازاي؟ يعني انا دلوقتي هنزل من هنا هروح البيت بيبقى انا والحيطان بتاع البيت، انا ما اتعودتش كده. في يوم من الايام كان شقتي اسمها المنور، فيها كل فنانين مصر. الى بخش اقعد وبص الاقي بواجه نفسي، انا ما بقولش كلام استدرار للعطف، ولكن انا عايش اللي بعيشه خلاص. اخر فنان سال عليك امتى ومين؟ صابر الرباعي ومدحت صالح وعلي الحجار. مدحت لان بيعتبرني ثلاثه بس. 50 سنه غنى وثلاثه بس اللي سالوا عليك. دول اللي عايشين، اما الباقي رحل. فين بنتك الصغيرة؟ وقت ما بيسمع الظروف بشوفها وأكلمها في التليفون. عايشة مع مامتها؟ انتوا انفصلتوا بقالكوا قد إيه؟ هي قاعدة في البيت دلوقتي مع مامتها. وأنت فين؟ وأنا واخد شقة قاعد فيها. وعايش فيها لوحدك؟ وعايش فيها لوحدي. وحد بيخدمك طيب؟ لا. ولا حد بيجي يساعدك ولا في بعض الأصدقاء، في صديق اسمه محمد، في صديق بسام ده أنا مربيه. دول يعني موجود، ما زالوا موجودين او بيسعوا يدوروا عليا. انما انا عارف عايزه النفس خليك تقول ايه، مش هطلب مين او هطلب ليه. انا بكلم كلام وبروح اواجه نفسي، والحمد لله ان علاقتي بنفسي كويسه جدا، فدي بتطمني وبتخليني طالما انا مع نفسي سليم يبقى خلاص ما يهمنيش حاجه تانيه. هو كل بس اللي بيضايقني إنه ممكن أموت وأنا قاعد ما حدش يحس بيا. يعني أنا مش عايزة أرجع للعرفة تاني وعايزة أطلع فاصل. نطلع فاصل. أنا بسأل كل ضيوفي عندهم كم وش، لكن أنا متأكدة إن حلمي بكر عنده وش واحد. جاهز؟ أيوه. أشوف الوش الواحد؟ يلا بينا. هو في وش أنا حبه دايماً رغم إن أنا بيبقى بعيد عنه وشي، اللي هو مكتوب عليه لاف. أنا بحب الناس كلها. بتحب اللاف قوي من زمن اللاف. أيوة زمن الحب الجميل. رغم إن الزمن ده كان فيه برضه وشوش، إلا إن كان دايماً الواحد بيتجه للوش الحقيقي مش الكذاب. يلا بينا؟ يلا يلا بينا. نشوف أول صورة. أول صورة معانا
أنغام وشيرين عبد الوهاب. أنغام. 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 تحط لها لاف. أحط لها لاف. يا سلام على صراحتك ووضوحك. اللي بعده ميادة الحناوي وأصالة، تحط اللاف لمين فيهم؟ حط الأصالة. هقول لك ليه. آه ليه؟ أصالة فيها إنسانة طيبة جوه، بس العنف اللي في دماغها هو اللي غالب، إنما هي من جوا طفلة وجوها مطربة وما زالت مطربة. أديني بكلم أهو، هتلاقي تاني يوم مكتوب حاجة تانية. لا 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 ليه؟ لا لا، إحنا بنعيش في زمن غريب الشكل. هيكون مكتوب إيه مثلا؟ يو أنت بتكرهني، أول جملة. مين اللي يقول لك كده، أصالة ولا ميادة؟ يعني سين من ال أوه. انت بتكرهني، طب جالك منين؟ لا انا بتكلم عن فلانة اكتر. طب مين غنت الحانك منهم بصوت كان قريب لقلبك اكتر؟ الاثنين، لان انا ما بديش اغنيه لاي حد يغني اي كلام. ميادة قالت حلو واصاله قالت احلى، خلاص ندي الاصاله اللف. اللي بعده مي فاروق وامال ماهر. خسرت امال ماهر. أمال ماهر جواها فن هي نفسها ما تعرفوش، ربنا مديها إبداع أدائي هي مش عارفاه. ده حقيقي. وللأسف فجأة كده لقيت جابت الضرفة وقفلت الدكان وحولت الدكان إلى مشروع تاني. مين صاحبة الصوت الأقوى؟ أمال ماهر. أمال ماهر. أوف. تامر حسني حماقي. مين فيهم تحط له لقب نجم الجيل؟ تامر. هقول لك ليه. تامر كل يوم بلاقي جديد، انما ما فيش، ما بتعاملش مع مطرب ده كان بيغني امبارح او كان بيغني اول امبارح، لا بيغني بكره وهيغني بعده. حط له لاف. اللي بعده محمد منير وعمرو دياب، تحط اللاف لمين فيهم؟ أو أنا بحب الاثنين على عكس ما كل اللي بيتقال. لا يعني رأيك وبحب أسمع مش معناه إنك بتكره الشخص. دخلنا مرحلة العالمية حبيبي يا نور العين، وبدأوا مطربين يغنوا هالو. كذلك منير استطاع إنه ينقل فن إقليمي وتعزبه فرق أجنبية، فالاثنين ما ظلمهمش وما ساويش الاثنين. اللاف هنا معناها إنه صوت المطرب بيعجب حلمي بكر، تحط اللاف لمين فيهم؟ لعمرو دياب. عمرك لعبت لعبة عروستي قبل كده؟ كتير. لعبتها عارفها يعني؟ عارف. طب يلا هنلعبها. اوكي. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. عروستي. جابت لك واحدة زمان وقالت لك والنبي اسمعها وساعدها. عروستي. كانت عاوزاك تظهر موديل في كليب من كليباتها. عرفتها. عرفتها؟ هي اللي قالت وطلعت ان شاء الله هجيبه في الالبوم اللي جاي يطلع موديل في الاغنيه، فشكرتها وقلت ارجو ان انا اكون خير صديق ورفيق لانسان انا وقفت جنبها وخليتها قالت الكلام ده. طيب انا بحبك وعشان بحبك القضيه ممكن هتكون مختلفه معاك تماما تماما، وما عملتهاش مع اي حد من ساعه ما بديت البرنامج. جاهز؟ جاهز. القضية ممكن. أنا عادة بعرض في القضية ممكن حاجات ممكن تضايق ضيوفي، ممكن تزعلهم، يفهموها غلط، لكن مع حلمي بكر الوضع مختلف. متوقع تشوف صورة مين؟ دايما انا ببقى مستعد ستاند باي لل مين ممكن يدي لحلمي بكر القضيه؟ ست ولا راجل؟ ست. ست انثى يعني، مش لازم لا. تكون حاجه لا وحشه. لا لا لا، يمكن تكون انثى وتدي قضيه. لا. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. يو ربنا يخليكي. ايه يا مقومه يا لؤلؤه يا حبيبه قلبي، دي أي حاجة تعملها أنا موافق،
لاني لا تتخيلي بتحبني قد ايه. يا روحي قولي بابي انا بموت فيك، انا بحبك قوي في التليفون. واول ما اروح لها تروح ماسكه في البنطلون وتنام على رجلي عشان ما امشيش. ريهام حلمي بكر. اه يا حبيبي. بتدلعها تقول لها ايه؟ يا أوما تقول لي لا انا غيرت اسمي خلاص لؤلؤه دلوقتي. لؤلؤه عشان وانت مسلسل لؤلؤ. اه وانت بكروره. بكروره؟ اه بكروره. بتدلعك تقول لك يا بكروره. يا بكروره تعالى بقى هنا يلا اقعد عشان انا هاكل لما انت تاكل. وانت تمسكني من ايدي عشان ما اقعد تقول لي لا لا تقع يا بابي. يا حياتي. دموعي نشفت على فكره. من ايه؟ ما اعرفش. بكيت عليها؟ عشان بعدت عنك؟ كتير. اه كنت عايش معها كل يوم؟ كل يوم معايا ولغايه حتى لما سبت البيت لازم يوم والتاني اكون بشوفها. وانزل اروح اوديها النادي واللعب بتاعتها هي هي وتفرح قوي وتلعب لعب وبعدين تقول عشان انا ما امشيش. يمكن دموعي نشفت قبل كده بتاع انما ممكن يكون جوايا بيبكي. يا حبيبي قلبي نفسه هو اللي بيبكي مش شرط عيني يعني. معلش ربنا بس ايه الأيام اللي أنا عايشها أشوفها فيها كل حاجة حلوة. بس بص بصيتها لي أكنها بصي. دي قاضية أحلى قاضية في الدنيا دي. آه والله.